السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون صحة فطوركم، صحة رمضانكم، ان شاء الله تكونوا فطرتوا بيان ومع العائلة. بون خوتي، الموضوع تاعنا دوكا تاع تصريحات بيب غوارديولا على الماتش تاع مباراة الكاميرون والجزائر، هضر كلام يعني حتى انه يمعني على الحكام دوك مباشر، يعني باينة يمعني على الحكام مباشر ويهضر على رياض محرز. وتانيك لان علاش عندنا مباراه اليوم غدوه ان شاء الله، مانشستر سيتي ضد اتلتيك مدريد على الساعه 9 بتوقيت اوروبا، 9 بتوقيت اوروبا يا خوتي، 8 بتوقيت الجزائر، شامبيونز ليغ هكذا. بون باش تانيك عندنا قبل ما نبدا في الموضوع، تانيك عندنا اليوم ميلان يلعبوا ضد بولونيا على 48 دقيقة بتوقيت أوروبا، و 47 دقيقة بتوقيت الجزائر، وليدنا إسماعيل بن ناصر راهو أساسي. والله يا خوتي قالوا لي علاش ما هضرتلناش على بالرحمة وكذا، والله غير خوتي الله غالب على بالكم مع ديجا جات مع الكارثة هذيك اللي صارت إليميناسيون تاع ليكيب ناسيونال كذا. الأسبوع الجاي إن شاء الله نحكوا على ولادنا، بون ولادنا قدموا اللي عليهم، نعاودوا نحكوا ندعموا ولادنا تانيك ونحو، يعني الانسان ياخذ راحه يعني في مواضيع تاع نبقى في الموضوع تاعنا الاهم تاع الاتحاديه وكذا. لهذا وراء التصريحات تاع بيب غوارديولا راح نحكي لكم واحد النقاط مهمه اللي لازم نعتمدوا عليها باش نبنوا فيدراليه ونبنوا اتحاديه من المستقبل تكون مليحه هكذا خوتي. بون عندنا ثاني راكم تشوفوا بيب غوارديولا لهنا، شوفوا التصريحات تاع بيب غوارديولا واضحه. شوفوا خوتي باش نفهمكم، ما هذه لقيتها في التويتر، كي دخلت للتويتر، ماشي دخلت التويتر تاعي خرجت لي وسمها. بون تقول لي تويتر تاعي، تويتر تاعي والله ما راني دايرو زعما باش ننشر فيه، ولا راني داير تويتر كيما نقولوا باش نشوف الاخبار في التويتر، جيالوكا وكذا، اخبار الانتقالات، سوق الانتقالات، يعني ما يحتاج انه باش تابوني عندي، ولا ما رانيش نستعملو كاع، نستعملو بر باش نجيب الاخبار. دخلت للتويتر تاعي كش ما نشوف اخبار، لقيت مانشستر سيتي بالعربيه دايره هذا التعليق كما راكم تشوفوا لهنايا. كان ديجا كي دخلت كانت عندها 51 دقيقه من اللي نشرت الكلام هذا تاع بيب غوارديولا باش نتفاهموا. قلت انا المؤتمر الصحفي، رحت للمؤتمر الصحفي، شفت المؤتمر الصحفي كامل، بون واسمه لان دار مع برناردو سيلفا، برناردو سيلفا ما شفتوش، شفت بيب غوارديولا ملي قعد حتى مر ما هضرش هذا الموضوع، ولكن واش عرفت باللي واش حسيت، لان ما لقيتوش، حسيت باللي انه بيب غوارديولا هضر هذا التصريح على رياض محرز ماشي في المؤتمر الصحفي، ولكن هضروا للصحافه كيما نقولوا بالك للسيتي اكسترا او كيما نقولوا للفريق تاعو، هضروا عنده بزاف، بصح هضروا عنده بزاف نشروه اليوم، يعني تويتر نشر كلام بيب غوارديولا اليوم، على بالي راني طولت عليكم بدك ندخل في الموضوع ديالك. شوفوا شي يقول لك بيب غوارديولا على حساب تويتر الرسمي تاع مانشستر سيتي بالعربيه، رياض محرز حزين قليلا فهو لن يكون في كأس العالم مع منتخب بلاده الجزائر، لذلك فضلت إراحته في مباراة بيرلي. لا يمكنك إيجاد تفسير لما حدث في مباراة الجزائر والكاميرون، لا يمكنك تفسير ما حدث في مباراة الكاميرون والجزائر. قال لك مدرب الجزائر ليس بإمكانه الحصول على وقت مستقطع بعد هدفهم في الدقيقة 118 مثل الألعاب الأخرى. شوفوا هنا بيب غوارديولا واش يقصد بهذا المعنى، يقصد أنه احنا كي سجلنا الهدف، احنا نضال نشوفوا في أوروبا ولا الناس كي تسجل الهدف يسجلوا الهدف يفرحوا، ماشي ديريكت يروحوا يديروا، يروحوا للمدرب، المدرب يبدا يهضر معاهم يعطي لهم الماكدة منه. قال لك يعني حتى الحاكم تاع واسمه يقصد باللي الحاكم ما عطاش فرصه لجمال بلماضي باش يعطي كيما نقولوا تصريحات للاعبين، باش يعطي كيما نقولوا نصائح للاعبين. ولا اخي شفنا احنا مداري نشوفوا كيما قلت لكم حتى في مانشستر سيتي كي ماركوا الهدف يروحوا يجروا عند بيب غوارديولا يبداو يعيطوا يبداو كذا، وبيب غوارديولا يبدا يعطي في التعليمات، يعني يكون عنده وقت مستقطع باش يعطي شويه تعليمات للاعبين واش يديروا واش ما يديروش بعد الهدف. يعني حب يقصد بيب غوارديولا هنايا ما عطاوش فرصه لجمال بلماضي باش كما قولوا يهضر مع اللاعبين يعطي لهم بعض النصائح بعد الهدف، لان راهم مسجلين هدف، اسكي يرجعوا، اسكي يديروا ديفونس، اسكي يكملوا ياتاكي، وهذه قال لك يعني ما عطاهاش لجمال بلماضي. قال لك مثل شوفوا واش قال لك، هذه هي كرة القدم، العديد من التفاصيل والاشياء يمكن ان تحدث، العديد من التفاصيل والاشياء ممكن تحدث في المباريات.
قال لك كم من المرات تلعب بشكل جيد ثم تخسر. بيب غوارديولا اسك شاف المباراة ولا ما شافش المباراة؟ اسك رياض محرز بصح هذه تاع الوقت الوقت هذا تاع بنت كي سجلنا الهدف هضر عليه بيب غوارديولا، اسك رياض محرز قصر معاه في هذا الموضوع، اسك بيب غوارديولا ريح مع رياض محرز وحكاو في هذا الموضوع، وبيب غوارديولا عنده معلومة شاف المباراة، لأن كاين مدربين يشوفوا أكيد يشوفوا المباراة، يعني أكيد ممكن جدا بيب غوارديولا شاف المباراة أو شاف إعادة المباراة. فهنا يا بيب غوارديولا يقصف كما قولوا الحكام كي قال لك ما عطالهمش ثواني، وكاين اشياء تحدث داخل المباراه. بو قدر الله ما شاء فعل يا خوتي شوفوا، ينقبلوا بالوضع هذايا يا تموت بالقنطه، ما تاهلناش صاي خلاص على بالنا. والصراحه انا والله يا خوتي لو كان خسرنا بار اكزومبل ما لعبناش وخسرنا وكذا معليش، لو كان ما لعبناش وخسرنا معليش، شغل انت ما لعبتش تلوم في روحك، ولكن بصح باش تشوف اللي حاكم هو اللي يخرجك مهما اخطات تاع جمال بالماضي وجدار في الاخطاء ولا باريز دخل عطان منا ولا منا، ولكن شفنا باللي الحاكم لو كان عادل لو كان حنا نتاهلوا رغم الاخطاء، لو كان حنا نتاهلوا هذه مفروغ منها، يعني ما يجيش واحد يقول لي كذا ولا كذا نو. حتى الاخطاء تاع جمال بالماضي لو كان الحاكم ما نقولش معانا، الحاكم جا في يعني قدم مباراه تاعو نورمال، لو كان رانا تاهلنا، لو كان دوكا رانا في هذه هي اللي تغيضك، يعني عندك حق ويدهولك. انا حاجه اللي تغيضني في حياتي انه عندي حق تاعي حاجه تاعي وتروح من عندي، ويزيد يقول القانونيين تروح من عندك. القانون كي يغلبك بالظلم عمك تبقى واحد الحرقه في قلبك، انا جربتها عده مرات، تبقى واحد الحرقه في قلبك يا خوتي اللي كيما نقولوا عمك النار تشعل فيك. بو على كل حال حنا واش راح نديروا؟ ما عندنا ما نديروا، حنا على كل حال ما خلاص هذه هي الحياه، نكملوا نعاودوا. عندنا واسمو لاكوب دافريك اليميناسيون لاكوب دافريك تاع واسمو كان 2023، لازم نعاودوا نبداو نوجدوا دكا نبنوها دكا، نبداو نخدموا في اتحاديه جديده اللي راني نهضر اتحاديه جديده. انك على الفيدراليه هذه قاع تروح، الفيدرالية هذه لازم قاعد تروح، وكيفاش نبنوا فيدرالية جديدة يا خوتي؟ هذا هو الموضوع تاعي، راح نديره غير خفيف لان ما يطرلبش فيديو وحده. انا تمنيت انه اللاعبين تاعنا القدامى، نتمنى انه اللاعبين تاع دوكا الجيل هذايا يبداو يوظفوا روحهم، يبداو يقراو كي يكملوا الرياضة تاعهم، يبداو يقراو على قوانين الفيفا، يقراو على امور واحدة اخرى، باش كيما نقولوا يقدروا يتنصبوا مناصب كبيرة. ايماجيني انت غدوة من غدوة يكون رياض محرز بار اكزومبل هو بار اكزومبل رئيس الاتحادية ولا داخل في الاتحادية تاعنا، ريبي معروف عالميا. انت نعطيك مثل، اعطيني رئيس اتحادية بكل صراحة، خلينا تحب ما تحبش ولا نحكي على عقل، اعطيني رئيس اتحادية ميكس تاع رابح ماجر وميكس تاع واسمو تاع بن شيخ. ما رانيش نقصد بن شيخ وما رانيش نقصد رابح ماجر، نقول لكم ميكس تاع بن شيخ لان عباكم راسو خشين بكل صراحة، وقبيح في الهضرة تاعو، قبيح يعني ما نسحقش بن شيخ، هو نسحق العقلية تاع بن شيخ نحطها في رابح ماجر، ونحط رابح ماجر هو رئيس الاتحادية. رابح ماجر علاش؟ عنده المعارف سون بيتي، عنده المعارف في اوروبا، عنده المعارف في يعني قريب، يعني معروف رابح ماجر، معروف يعني كان ديجا سفير تاع العرب ولا على باليش. رابح ماجر تقدر ديرو رئيس اتحادية وتحط فيه عقلية بن شيخ خشيب. رابح ماجر فاش ما يعجبنيش انه العقلية تاعو ضعيفة ويتأثر بزاف، يعني ما عندوش القوة هذيك باش يكون رئيس اتحادية. ما رانيش نحكي رئيس اتحادية داخل الجزائر، رئيس اتحادية اللي يكون مسيطر في يعني او تكون عنده كلمة في الفاف وتكون عنده كلمة في الكان. هذا هو اللي يعني لو كان جات عقلية بن شيخ في رابح ماجر، لو كان راه عندك رئيس اتحادية قوي شخصيا والعقلية تاعو ومعروف يعني يقدر يتحرك ويقدر يوصل ويعرف الحكام ويعرف فما دبي اللاعبين تاعنا
اللي القدامى اللي حبسوا كره القدم راحوا للبلاطوات يهضروا على التحليلات. ماذا بيا لو كان كنتو رحتو قريتو شويه قوانين شويه كذا شويه كذا كونتو نفسكم لو كان دوكا راكو في الاتحاديه. ماذا بيا الفيدراليه يكونوا فيها ناس كره قدم؟ ماذا بيا الفيدراليه تاعنا يكونوا فيها ناس تاع كره قدم ومعروفين باش كيما نقولوا يقدروا يكونوا في الكواليس؟ هذا واش نقول لكم خاوتي، ما نطولش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.